نحن في اللايف الواحد من شفتوا زي ما بقولوا بنديكم الزيت بنفرحكم ونوريكم الحاصل وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت بنديكم حاجة تانية. عشان كده يا شباب وي اعملوا لينا شير حبيبي الحمري حباب كل الناس كل اخواني واخواتي عايش الحكيمي الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ لك عيالك. والتحية لكل الناس كل اخواني واخواتي الموجودين على مستوى البث المباشر تحية لكم كلكم والله كلكم على راسي من فوق كلكم والله على راسي من فوق لكن لا جنجويتي جنجويتي من دوسوا برجلي بتحت ها واشباه الرجال بتداسوا واشباه النساء كذلك من دوسوهم تحت. فلذلك انتوا اخواني وانتوا اخواتي كلكم الموجودين هنا ديل ربنا يحفظكم ادونا الشر حركوا لنا بالشر لانه والله كلامنا ده يا اخواننا فك اللجام دايرين شنو؟ انا بقول لكم بالواضح فك اللجام قال البرهان قاعد هناك في برصودان يسمع الكلام ده عشان كده ادونا شير في كل مكان اعملوا شير سريع سريع جدعوا اللايف ده احصروا زي ما احصروا اللايف وجدعوا وخلوه يمشي لاي مكان لانه كلامنا دائما بيحرق الميليشيات ببلهم بل امين نجيب كلام ساي راحكم جدعوا. طيب الرحمه والمغفره على ارواح كل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى نسال الله سبحانه وتعالى جرح القوات المسلحة وشهداء القوات المسلحة. التحية لجهاز الاستخبارات، التحية للقوات الخاصة، التحية لقوات الاستخبارات، التحية للاستخبارات العسكرية، التحية للاحتياط المركزي، التحية للقوات المسلحة الفرقة الخامسة مشاة على مستوى ولاية شمال كردفان، والتحية لنسور الجو، والتحية لكل المستنفرين، تحية لكم يا رجال يا أبطال التحية لكم كلكم، والتحية لأي إنسان الآن حامل سلاح وقاعد على أرض الوطن وهو بدافع عن عرضه وماله وأرضه. التحية لكم كلكم يا رجال ويا نساء الحقيقيات، تحية لكم. ربنا يحفظكم يا أخي. والله نحن منخجل، أقسم بالله منخجل، والله منخجل، والله منخجل 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 ونحن قاعدين بعيد ونشوف فيكم، أقسم بالله العظيم قاعدين نخجل والله. لكن أعذرونا وأعفوا لنا للرجال، أعذرونا وأعفوا لنا. ربنا يحفظكم والله نحن معاكم، والله معاكم لآخر نفس. ربنا يحفظكم الشعب السوداني الصامت الصابر على كل ويلات الحروب. ننحني احترام وتقدير لكم، وبإذن الله الواحد الأحد الصمد إنكم حترجعوا لبيوتكم، وإني أرى هذا الشيء قريب جدا جدا، وإني أرى حترجعوا لبيوتكم معززين مكرمين. آي اتنهبت اتسرقت اتدمرت كله، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتعود المال بعود والبيوت بتتبني، وإن طال الزمن ليها بتتبني، لكن الروح ما بتعود، الروح ما بتجراجع. وعارفين الخسائر وعارفين كل الجرائم اللي تم ارتكابها، لكن حترجعوا حتعمروا بلدكم والخرطوم ناس الخرطوم ولاية الخرطوم ككل حترجعوا، وإني أرى هذا الشيء قريب. ربنا يحفظكم. بقدر الألم اللي عشتوه، بقدر المعاناة اللي عشتوها، وما زلتوا الآن نحن في الثورات وفي خرطوم وفي مناطق كثيرة أهلنا الآن بنتواصل معهم بعيشوا في المرارات صابرين. ربنا يحفظكم الناس الموجودين جوا، ربنا يحفظكم بحفظه يا رب. عاجلا كده الموقف العملياتي، الموقف الليلة مبشر والله العظيم مبشر، أقسم بالله الليلة اليوم ده أنا بالنسبة لي مبسوط مبسوط عديد كده من نزور الجو، من نزور الجو أنا الليلة مبسوط، ومن المدفعية الاستراتيجية الصغيرة مبسوط. الموقف العملياتي الليلة اليوم ده كالآتي، خلونا نتكلم عن نزور الجو وعن المدفعية الاستراتيجية الصغيرة. نبدا من وين؟ والله الواحد ما عارف يبدا من وين ويقيف وين، لكن خلوها نبدا لكم من اول حاجه من ام درمانات. ناس ام درمان الليله المهام الخاصه اشتغلت شغل خفيف، شغل خفيف ما تقيل، شغل خفيف على مستوى احياء الفتيحات المربعات اتجاه صينيه المنصوره، شغل خفيف جدا جدا اشتغلت هنا. لكن الجيش تواجد القوات المسلحة لحدي، اسمع كلامي ده كويس، لحد جامعة ام درمان الإسلامية الليلة الجيش موجود لحد هناك، لحد جامعة ام درمان الإسلامية الجيش موجود لحد هناك. أعرف المعلومة دي يا الشقال، تدون وتطلع في الإشاعات. أنا بديك كلام
حقيقي لحدي ام درمان الاسلاميه الجيش من ام درمان الاسلاميه الليله اللي حصل شنو بل ويا جنجويد الجنجويد بتاع حي الجامعه جنجويد الصالحه ناس البوال كده المتواجدين لحد الكهرباء الليله المدفعيه الاستراتيجيه الثقيله اشتغلت فون عمليه بتاع التدوين دق والله بل اقسم بالله دق زي الدق في صالحه يا اخي الجنجويد دي الليله من البله اللي تبلوه في صالحه عشان نوريك انه الجنجويد اغبياء طلعوا المواطنين قالوا للمواطنين اطلعوا من بيوتكم انتوا طوابير اوه يا اغبياء مواطن ما بدي الاحداثيه اسمع الكلام المدفعيه الاستراتيجيه الثقيله احداثيات بتجي بالميج شفتوا الليله يا ناس صالحه طبعا عارفين ناس صالحه عارفين الليله الشغل التم هناك الميج يا جنجويد ها ده الميج اللي بيجي بيدي احداثيه ده السخايات اللي جات عابره الليله اليوم ده في الصالحه دي ادت الاحداثيه الليله الدقه البله اللي تبليتوه في صالحه ده تدوين بتاع المدفعيه الاستراتيجيه الثقيله ده شغل وادي سيدنا بل تركبوا الركوب اقسم بالله دق ما عادي لدرجه انه طلعوا المواطنين بتاع الصالح طلعوا ناس صالحة كلهم من بيوتهم قالوا لهم يا اخي انتوا طوابير تخيل ها بل يا اخي دق زي الدق الليله في صالح اقسم بالله انا من والله اكثر يوم الليله مبسوط فوقه الدق الليله بتاع صالحه ده لانه تكلمنا في مساله صالحه والجنجويت المستبيحين صالحه والعملاء والخونة الموجودين هناك اتجاه صالحه كتر ابدا من حي الجامعه وانت ماشي من حي الجامعه وانت ماشي ها دق ركوب ما طبيعي الليله حصل تعال اوريك هنا امشي خلي الكلام ده كله ام درمان دي الليله الشغل التم فوق شغل بسيط انا بالنسبه لي ده بسيط بسيط شغل التم في درمان ده شغل بسيط تعال اديك الزيت واديك الحاجه الحاصله الحيه حي العرب المسالمه ها حي العرب والمسالمه وبيت المال والعرضه ها العرضه جنوب تعال اوريك شغل تدوين لا 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 مشا ما في تحت تدوين ها ده اسمه فك اللجام الليله اليوم ده كان اسمه فك اللجام للطيران اسمه فك لجام الطيران والمدفعيه الاستراتيجيه الثقيله بل تدوين لحي العرب جيوب يا اخوان ما ساي دق بتاع جيوب دب 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 شفتوا بالملي ما في حاجه بتجي ساي يا اخوان ما في حاجه بتجي ساي بالملي دق بتاع المدفعيه الاستراتيجيه الليله بالملي تيك تيك اكثر من 9 جيوب من 9 جيوب تم تدميرها ها شغل يا اخي فعيا يا اخي والله ريحتونا يا ناس ودي سيدنا يا اخي الله يريحكم يا ده الشغل ده الليله اليوم ده قالوا انا لما سالت الليله الجيش كل الضباط والجن كل الناس قال لي الليله اليوم ده اسمه يوم فك اللجام للطيران ويوم فك اللجام للمدفعيه الاستراتيجيه الثقيله بل 4 احياء لكن انا يا جيش بعيب عليكم حاجه رغم الانبساط اللي انا فوقه من الشغل بتاع الطيران لكن انا دار اوجه لكم رساله ام بدات يا جيش لحد دار السلامات يا جيش ام بدات لحد دار السلامات يا جيش ليله فكيتوا اللجام لمناطق ان احنا دايرين ناخد تفك ام بدات دي ما دوله هي ذاتها ام بدات دي ما دوله يا جيش ام بدات دي ما قدرت دويله بتاعت الشر ذاتها نحن ما بنشبه ام بدات حقتنا بدويله الشر لكن ام بدات ذاتها ما قدرت دوله بتاعت الشر ديك ها ام بدات دي ما قدرت دويله الشر دي ما دوله قايمه بذاتها جمهوريه ام بدات دي يا اخي ما نسيتوها يا جيش لكن الرد جاني يا جماعه والله الرد جاني قالوا لي الليله فك اللجان في المناطق دي بكره بفكوا اللجان في جمهوريه مبدا بكره اللجان بتفك في جمهوريه مبدا للمدفعيه وللطيران بل يا جويد شفتوا البله الليله بتاع المدفعيه الاستراتيجيه الثقيله ده شفتوا بتاع المسالمه وحي العرب وبيت المال شفتوا دق بتاع جيوب ما دق ساي الليله ما عندكم فرق انكم تسجلوا ولا فيديو واحد تقولوا دقوا تقول المواطنين لا لا الليله ما عندكم اقسم بالله الليله ما عندكم الليله ما عندكم الليله الركوب بس ركوب طيب تعال نخش بيك كده طوال انا بديك زيت بديك حاجه موقف حي وحقيقي شوفوا يا اخوان احنا ما بنكذب عليك كوبري شنبات ما فيه حاجه والعربات اللي شفتها قبل دي ما في كوبري شنبات كان ما نقعد الناس تشيل لها كلام سايه الشغل المصور العربات ده ما كوبري شنبات يا ناس ده ما كوبري شنبات
اسمعوا الكلام ده كويس، الشيت تم فعلا. ده وين؟ ده اتجاه كوبري الحلفاية. ما الحلفاية كمان يعني كحاجة، لا الحلفاية ذات الليلة ما فوق حاجة، وأنا جاي للكلام ده كله، الحلفاية ما فيها حاجة. الحلفاية ما فيها حاجة. لكن الدق بتاع الطيران ده دق الطيران. الصور اللي لافين بها الناس في الميديا بيقولوا لك يا أخي إنه يا أخي ده كوبري شنبات. لا يا عزيزي الفاضل ما تكذب، ما كوبري شنبات. ده ما كوبري شنبات. ده كوبري الحلفاية. والدق ده الدق بتاع الارتكازات العربات الجرت من دمس. ده من دمس. ارتكاز تم بلو بالطيران الاصفر عن انه عربات الليله جغم ست عربات دي اتجغمت. ست عربات شفتوها المصوره دي؟ ما كلام صحيح. ست عربات دي اتجغمت، دي متاكدين منها. ده شغل بتاع الطيران يا اخوان، ده شغل الطيران. اتجغم الناس دي هناك، ده الطيران. والحاصل ده في اتجاه كوبري الحلفايه، في اتجاه كوبري الحلفايه. فهمت؟ ده ما كوبري شنبات نهائي. شنبات ما فيها حاجه، ما حصل الليله حاجه. عملية بتاعت نظافة بسيطة جدا جدا، نظافة بسيطة جدا جدا، لكن ما في حاجة. ما الناس ما تزيد الموضوع. ده الحاصل، ده الحصل هناك. الليلة يا جيش كمان نحن بنوديكم الحاجة الكويسة.